الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم في بعض المسائل التي سبقت في الدروس التي بدأناها في هذه الدورة. أولا، ما هي القاعدة لغة واصطلاح؟ منصف، دليل ذلك؟ نعم. وفي الاصطلاح، ينطبق ولا يبنى، يصح هذا وهذا؟ ما الذي يبنى على الآخر؟ تبنى على القاعدة. لماذا قلنا أغلب؟ قد يوجد استثناء، قد توجد استثناءات، يعني اضطراد القاعدة الفقهية هل هو على سبيل الدوام أم الأغلب؟ الأغلب. ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟ محمد، لا تدري أنت. القاعدة الفقهية تجمع فروعا في أبواب شتى. في باب واحد، صحيح؟ إيش تقولون؟ صحيح؟ القاعدة الفقهية تجمع فروعا في أبواب شتى، بخلاف الضابط الفقهي فإنه يجمع فروعا في باب واحد، وعليه يكون الضابط الفقهي أضيق من حيث الدلالة من القاعدة الفقهية. مثال، مثال، أعطينا مثال أحد. يلا يلا حمزة. لو مكتوب فروقا، لكن صححوها، ماشي فروقا، هي فروعا. طيب، هناك فرق ثان بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. محمد، في المذهب الواحد، يعني قد يكون قاعدة لكن في مذهب فقط. مثال ذلك، مثال ذلك، يلا. إذا وقعت الملاقاة بين النجاسة والماء حتى لو لم يتغير حكم عليه في رواية، صحيح؟ الضابط هنا الملاقاة، والصواب خلافه. ومثال آخر في المعاملات، مثلا عند الأحناف تجوز العقود الفاسدة مع المحارب، العقود الفاسدة المالية تجوز مع المحارب، فهذه قاعدة عند الأحناف وهو ضابط عندهم لا عند غيرهم، باعتبار أن المحارب حلال الدم والمال. إذن إذا جاز أخذ ماله، هكذا يقولون، إذا جاز أخذ ماله لأنه مباح الدم والمال، جاز أخذه بعقد من العقود الفاسدة كالعقود الربوية مثلا، ولهذا يجيزون أخذ ماله على وجه الربا أخذا أو عطاء إذا كان محاربا. واستدلوا بحديث ضعيف لا يصح أنه لا ربا مع حربي، ولكنه لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعقود الفاسدة محرمة سواء كانت
مع المسلمين أم مع الكفار حتى ولو كانوا من المحاربين. فهذه قاعدة عندهم، فالذي يمشي على هذا القول يفتي بجواز مثلا اشتراء الدور عن طريق الربا، عن طريق البنوك الربوية والقروض الربوية في بلاد الكفار، بناء على جواز التعامل بالعقود الفاسدة، أنه لا ربا بين مسلم وحربي، ولكنه لا يصح كما ضعفه الزيلاني في نصب الراية والإمام النووي وغيره وغيرهما من أهل العلم. فهذا عند الأحناف، هذا ضابط عندهم وقاعدة عندهم، ولكنه لم يتفق عليها. طيب، أخذنا القاعدة الأولى الكلية الشمولية، اسمها الأمور بمقاصدها. من أين استنبطت هذه القاعدة الفقهية؟ من الأعمال، إنما الأعمال بالنيات. وهل هذا يدخل، هل هو خاص بباب واحد من أبواب الدين أم جميع الأبواب؟ إذن في العقيدة ينظر لنية المكلف، لنيته مما صدر عنه من أقوال أو أفعال، صحيح؟ ولكن هذا مشروط بشيء، هل لا يستثنى منه شيء؟ يستثنى منه شيء؟ ما كان منهيا عنه لذاته، مثاله لو ذبح لميت، لو ذبح لميت وقال أنا أذبح لا أسمي إلا الله عز وجل للذبيح، لا أقول باسم سيدي فلان، يذبح فقط ليتصدق على الفقراء والمساكين الذين يأتون إلى هذا المكان، لا صح؟ لماذا لا صح؟ قصد به الميت تعظيما له لا شك، والدليل أنه قصد هذا المكان بعينه، لأنه لو كان لله فعلا لذبحه في أي مكان آخر، وهذا يكون مما أهل به لغير الله، صحيح؟ طيب، إذن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقال أنه بمقصده أو أن الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية الكلية، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هل هناك فرق بين الضرر والضرار؟ ولا هذا من باب التوكيد؟ بينا، لا في أثناء الشرح تكلم، لم يتبين؟ لا قلت مسجل. يوجد فرق، الضرار. طيب ما الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر والضرار ما الفرق بينهما؟ هل هما شيء واحد أم أنهما شيئان مختلفان؟ الصواب أنهما شيئان مختلفان. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. الضرر أن يضر بنفسه، والضرار أن يضر بغيره، هذا وجه. فيه وجه ثان، لا ضرر ولا ضرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر بالشخص إن لم يضرك، ونهى أيضا عن أن تضره إن ضرك. الوجه الثاني، نهى عن الضرر بالشخص إذا لم يضرك، إذا لم يضرك لا تضره، وهذا يكون في الجزء الأول من الحديث، لا ضرر. إذا أضررت بشخص دون أن يضرك، إذا أضررت به هذا يسمى ضرر. أما إذا ضرك فإنك لا تضره، فلو ضررته بعد أن ضرك فهذا يسمى ضرارا، ولا مو واضح؟ فإذا كان
على وجه المقابلة فهذا ضرار، فهذا ضرار، إذا أضر بك أنت تضر به، يصح؟ أجيبه؟ لا يصح ولا يجوز. مثل لو كان يضرك ما أدري، فتح عليك نافذة من بيته، فتح نافذة على وسط الدار فصار ينظر إليك ويتطلع على عوراتك، فأنت تقول هي هكا سأفتح له طاقة في بيت الحمام، إيش نقول؟ لا يصح، لأنه لا ضرر ولا ضرار. لكن لا يصح بماذا يستدل؟ أو ما الذي ينطبق من الجملة؟ الجزء الأول أو الثاني؟ هنا في هذا المثال، إيه الجزء الأول أو الثاني؟ أحسنت، الجزء الثاني. إذا أضر بك فأضررت به فهذا هو الضرار، فهمت؟ فهذان وجهان ذكرهما العلماء، لكن استثنينا. طيب لا ضرر ولا ضرار في ماذا؟ في الدين والنفس والمال والعرض والعقل، تمام. وهل لا ضرر ولا ضرار إلا في حق المسلمين أم في حق كل الناس؟ في حق كل الناس، حتى البهائم لها حق، لا يجوز الإضرار بها، لا يجوز الإضرار حتى بالبهائم العجماوات، أن يضر بها بغير حق فإنه لا يجوز، كذا ولا؟ وهذا في العقائد، في الأموال، في الأعراض، في المعاملات كلها، في العبادات، صحيح؟ لا ضرر ولا ضرار، وقد نهى الله عنه في القرآن، مثل قوله تعالى لا تضر والدة بولدها، حتى في البيوع فيه ضرر، صحيح؟ ضربنا لذلك مثالا، مثل الغش ضرر ولا الخديعة؟ أجيبه، أي ضرر بلا شك. بيع المضطر، فقد ورد عن نهي بيع المضطر، كما قال عبد الله بن معقل بيع المضطر ربا، بيع المضطر ربا، يضطره من أجل أن يبيع. النجش ضرار، وهو أن يرفع ثمن السلعة لا من أجل أن يشتريها، فمثلا يتفق البائع مع شخص، يكون عنده صانع أو يتفق مع شخص، يقول له تعال أمام الناس وارفع السعر، وهو لا يريد أن يشتري، وإنما من أجل أن يرتفع سعرها ليشتريها الناس بسعر مرتفع، فهذا يسمى نجش، نجش، نون وجيم وشاء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، حديث ابن عمر، وقال لا تناجشوا، هذا هو النجش، رفع السعر في السلعة بغير نية اشترائها. كذلك في مسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في المرأة، مثل ما مر علينا وجوب إسكانها وقت العدة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فيؤذيها من أجل إخراجها، وقد قال تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، ولذلك المشهور من مذهب مالك أنه لو راجعها، لو طلقها طلاقا رجعيا ثم راجعها قبل انقضاء العدة وقبل أن يمسها طلقها. فهنا السؤال، هل تبني على المدة الأولى ولا تستأنف عدة أخرى؟ مثال ذلك، طلق رجل امرأة فحاضت الحيضة الأولى والثانية وبقي لها أسبوع فقط وتنقضي عدتها فقط، وهي طاهر لم تحض الحيضة الثالثة، فراجعها، والمراجعة لا تكون بعقد، المرأة الرجعية لا تكون بعقد، الرجعة تكون بغير عقد. طيب فراجعها ولكنه ما راجعها للصلح، راجعها للإضرار، راجعها للإضرار، راجعها فطلقها قبل أن يمسها، لأنه لو طلقها بعد المسيس لا يصح أن يطلقها في طهر جمعها فيه، من أجل أن تستأنف عدة جديدة لتنتظر مدة 3 شهور تقريبا أكثر، فتصير المدة عليها كم؟ 6 أشهر لتتضرر. فهنا ينظر لنيته، إذا قصد بذلك الإضرار فماذا قال مالك رحمه الله؟ قال إنها على العدة الأولى،
لا تستأنف عدة جديدة، بل ما سبق من المدة محسوب، محسوب إذا نوى الإضرار. أما إذا لم ينوي الإضرار فعلا مثل أن يراجعها وقبل أن يمسها طلقها بسببها هي، فهنا ما فات حسب وتستأنف عدة جديدة. هذا مثال. طيب نأخذ القاعدة الكبرى الثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له: القاعدة الكبرى الثالثة: المشقة تجلب التيسير، والمشقة هي العسر والتعب والجهد والعناء، والتيسير السهولة والليونة. ومعنى هذه القاعدة الجليلة أن الأحكام التي ينشأ عنها أي عن تطبيقها حرج على المكلف، فإن الشريعة تخففها بما يوافق قدرة المكلف عليها دون عسر أو حرج أو عناء. وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب العزيز فقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله أيضا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأدلتها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. رواه أحمد وسنده صحيح. وكقوله لبعض أصحابه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الشيخان. نعم، هذه قاعدة من أجل قواعد الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، والمشقة حالة تعتري المكلف من عسر أو تعب أو جهد شديد أو عناء، والذي يعتبر أن ذلك مشقة هو الشارع الحكيم، هو الشارع الحكيم. فمتى يعتبر هذا الوصف؟ يعتبر إذا اعتبرته الشريعة، إذا اعتبرته النصوص فإنه مشقة. فليس كل شيء مشقة، ليس كل شيء مشقة. فمثلا الصيام يصيب العبد الصائم جوع وعطش، وهاتان مشقتان، فهل يعني ذلك أنه إذا جاع أو ظمئ أثناء النهار أفطر وأفسد صومه؟ لا، فليست هذه هي المشقة المقصودة، لا، بل المشقة والعسر ما اعتبره الشارع، فهي أوصاف لا بد من النظر في نصوص الشريعة هل هي معتبر شرعا أم ليست معتبرة شرعا، لا بد من العودة إلى هذا. خلي بالك، كما سيأتي على كل حال. التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة جليلة مستنبطة من عدة نصوص من الكتاب والسنة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا على حسب وسعها وطاقتها. قوله تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حديث: يسروا ولا تعسروا، وروي بالتثنية، روي بالجمع يسرا، وروي أيضا بصيغة الجمع. نعم. والتيسير واليسر روح الشريعة الإسلامية، على خلاف ما يتصوره كثير من الناس، حيث استقر في أذهانهم أن الدين عسير خاصة في زماننا، وأن التكاليف الشرعية شيء لا يطاق. والبعض الآخر يعتقد أن الشدة والتشديد على النفس والغير هو الدين، وهذا أيضا شطط. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت:
ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ونحن مبتلون في هذا الزمان بهاتين الطائفتين، طافية جافية، طائفة جافية وطائفة غالية. الطائفة الجافية في الدين هي التي ميعته وتريد تمييعه وتجعل وتريد أن تجعل من الدين مجرد طقوس أو عادات أو مناسبات، والطائفة الغالية هي التي شددت على نفسها وعلى غيرها، حتى أنك تعجب تهوى نفوسهم من يشدد عليهم، فمن شدد عليهم في الفتوى توجه إليه، مع أن هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يأتي الكلام بعد الأذان إن شاء الله. والمستقرئ لنصوص الشريعة ومقاصدها يجد أن الشريعة الإسلامية ولله الحمد روحها التيسير لا التشديد ولا التعنيف، لأنك إذا قرأت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أدركت أن التيسير ينطبق أو يتوافق مع إرادة الله عز وجل الشرعية، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك أمثلة كثيرة اقتصرنا على ذكر بعضها. نعم. ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الغلو والمبالغة وحذر من ذلك المسلك. روى أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مسلك سين بدل الهاء. روى أحمد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة الحصى مثل حصى الحذف، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم في يده وقال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. فلاحظ لو أنه رمى بما يزيد عن حجم الحصى لكان مغاليا في الدين. ولما كان نعم عليه شوف كيف يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين، واعتبر أن مجاوزة حجم الحصى شرعا غلوا، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟ جمعها في يده هكذا ثم قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فما مناسبة التحذير من الغلو مع الرمي؟ قال العلماء لأنه لو أخذ حجما أكبر من هذا الحجم لاعتبر غاليا، فلو أخذ حجرا هكذا وقال الشيطان أنا سأضرب بهذه الصخرة نقول هذا غلو في الدين. مثال ذلك أيضا أمر الله تعالى بغسل اليد إلى المرفق،
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء حول مرفقه، فلو أنه صار يغسل إلى الكتف إيش نقول؟ لصار غاليا، لصار إيش؟ قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. قال: ليش المسح؟ أنا سأغسله في كل مرة، فصار يصب الماء. إيش نقول؟ هذا أيضا من الغلو. فمن جاوز الحد الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصار غاليا، والتزام منهجه هو الصواب عليه الصلاة والسلام. ولاحظ قوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين، وقد نهى الله عنه فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والمستقرئ لتاريخ الأمة يجد أن الأمة إنما ضربت وحصلت فيها الفتن الداخلية التي سببت سطوة العدو وجرأتهم عليها إلا من جهة الغلو في الدين. فالخليفتان الراشدان عثمان وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما اغتيلا وقتلا على أيدي الغلاة لا على أيدي العصاة الجفاة، كذا ولا؟ ولهذا لا ينبغي أن نتعامل مع هذه الظاهرة بسهولة، بل بحذر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين، وقال: هلك المتنطعون 3 مرات، حتى أنه من لطائف العلم أن الإمام مسلم روى هذا الحديث من حديث ابن مسعود في كتاب العلم. والمناسبة كما قال النووي أن العلم هو العاصم من الغلو، فبلا علم سوف تقع في الغلو شئت أم أبيت، إذ أن الشيطان لما آيس منك من جهة المعاصي والشهوات والملذات فإنه لن يتركك، لأنك أحكمت إغلاق الباب عليه فلم يتمكن من الدخول عليك من جهة الشهوة والنزوة والمعصية، فلا بد أن يدخل عليك من باب آخر، من باب الشبهة، فيلبس عليك أمورا أنها من تمام الدين ومقتضاه، وليس الأمر كذلك. نعم. ولما كان عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح وبلغ كراع الغمام، متى كانت غزوة الفتح؟ العام الثامن، في أي شهر؟ شهر رمضان، في شهر رمضان من العام الثامن للهجرة. نعم. ولما كان عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح وبلغ كراع الغميم أخبر أن من أصحابه من شق عليه. وكراع الغميم مكان لا يبعد كثيرا عن مكة. نعم. أخبر أن من أصحابه من شق عليهم الصوم، وكان ذلك بعد صلاة العصر، أي لم يبق للنهار كثير من الوقت، فدعا عليه الصلاة والسلام بإناء فيه ماء أو لبن، ثم رفعه ووضعه على فخذه حتى رآه الناس وشرب وأفطر. ثم قيل له أن أناسا لا يزالون صائمين، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه مسلم. وهذا يدل دلالة واضحة على رحمة الشريعة وسعتها، وأنه قد انتفى عنها الحرج، وأنه عليه الصلاة والسلام ينأى بنفسه وبالأمة عن كل مظاهر التشديد. بلغه أن أناسا شق عليهم الصوم، فلم يقل: وش بقي في النهار، هو ما زالت كلها ساعة من زمان، يصبرون، واللي يموت يموت شهيد. هل قال هذا؟ لا، لم يقل هذا أبدا. إبقاء حياة الناس أمر متقرر بلا شك، ولهذا العلماء يسقطون كثيرا من التكاليف الشرعية عند المشقة، فيقولون هذه قاعدة: أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. حتى ذكروا في صلاة الجماعة قالوا: له أن يتخلف عن صلاة الجماعة إن شق عليه بسبب الريح الشديدة أو البرد الشديد أو الثلج أو الأمطار أو الأوحال، حتى قالوا، وهذا ستضحكون منه، قالوا: إذا كان يخشى من الدائن الذي أسلفه المال
يخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد فضحه دائنه وقال هات الفلوس، له أن يصلي في بيته. نعم، لأنه سيلحق به المشقة والحرج ويجد نفسه في موقف لا يحسد عليه. فقالوا له، نعم، له أن إن كان غريما أن يصلي في بيته خوفا على نفسه. كذلك لو كان يخشى على نفسه من ظالم يسطو عليه، أو حصل لا سمح الله من الأمور ما يوجب دخول الخوف على قلوب الناس، صلوا في بيوتهم وسقط التكليف ولله الحمد، وهم مأجورون على ذلك، مأجورون على صلاة الجماعة. وهكذا يسقط التكليف ما دام أن الأمر فيه فيه مشقة. نعم. ولما أخبر بتطويل معاذ صلاة العشاء بأهله قال أفتان أنت يا معاذ. كل ذلك وغيره يحدد المنهج النبوي المبارك. نعم، قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وقد أخبر أنه يطيل في الصلاة، فقال هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ ثم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف ما شاء. رواه مسلم. ولكن هذا التخفيف كما ذكر أنس رضي الله عنه والذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بالتخفيف ويصلي في صلاة المغرب بالمرسلات في ركعة، والطور في ركعة، وربما صلى بالأعراف في ركعتين ثلاث أحزاب، وتارة صلى بالمعوذتين، وتارة صلى أيضا بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون في ركعة، وقل هو الله أحد في ركعة. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن لا يشق على أصحابه وهو في الصلاة، قال إني لأهم أن أطيل بكم فأسمع بكاء الصبي فأختصر في الصلاة رحمة بأمه، اللهم صل وسلم عليه. والفقيه من كان مراعيا لأحوال الناس، يراعي أحوال الناس، هكذا ينبغي مراعاة أحوال الناس حتى لا يكون سببا في تنفيرهم من إيش؟ من الدين. أكمل ومصلي. كل ذلك وغيره يحدد المنهج النبوي المبارك في رفع الحرج وجلب التيسير، حتى أنه في حجة الوداع يوم العيد ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، افعل ولا حرج، وهي خمسة أعمال يعملها الحاج يوم العيد. ماذا يصنع؟ يرمي جمرة العقبة، ويحلق رأسه، وينحر هديه، ويطوف بالبيت طواف الإفاضة، ويسعى سعي الحج. هذه كم؟ خمسة. فالصحابة من شدة الزحمة في وقتهم، فالازدحام يجعل الإنسان منزعجا وربما ينسى، فيأتيه الرجل فيقول يا رسول الله إني ما شعرت حتى حلقت قبل أن أنحر، أو أنحرت قبل أن أرمي، أو طفت قبل أن أسعى. وإن كان لم يرد هذا أنه السعي يتقدم عن الطواف، فكان لا يسأل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. وسألته أم سلمة رضي الله عنها وكانت شاكية من المرض في طواف الوداع، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. الحمد لله، حتى المشتكي الشاكي بسبب المرض أو الوعك الطارئ عليه ولو كان صغيرا في السن أو شابا، الأمر فيه تيسير، يستطيع أن يطوف راكبا كما قال لأم سلمة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، ويصح الطواف والإنسان راكب. واليوم فيه عربات كهربائية تقودها بسهولة وأنت طوف، مسألة يعني يسيرة. نعم. فكل هذه النصوص وغيرها استنبط منها العلماء رحمهم الله هذه القاعدة الجليلة، المشقة تجلب التيسير، ويندرج تحتها من المسائل ما يصعب حصره في كل باب من أبواب الشريعة. ملاحظة: وصف المشقة هنا هو العلة التي يدور معها الحكم، أي هي سبب جلب التيسير، ولكنها وصف يحدده الشارع الحكيم، فليست كل مشقة مشقة، فلا بد من سؤال أهل العلم عن الحال. نعم، نقف على هذا الشرط.